هذا الوطن قوته في وحدته وفي تماسكه. الحقيقه الكلام المتواضع او الانبا اتكلم كلام يعني اكبر من حجمي شويه. الحقيقه هو احنا اتكلمنا هو في المساله دي ان دايما التهنئه بتاعت الصبح يوم 7 يناير بتبقى تهنئه ضيقه قوي بروتوكوليه قوي، واحنا محتاجين نشوف اخواتنا نشوف اهلنا ونقول لهم كل سنه هم طيبين كلهم، مش شخص البقر رغم كبر مقام وعظم، لكن انا عايز اشوف الطفل والكبير والصغير لانه واحد منهم. الحقيقه انا عايز اشكر كل الزملاء الاعزاء بدايه من اخي واستاذي الاستاذ الدكتور معوض فضيل رئيس جامعه المنوفيه الذي اصر على الحضور معنا دائما، استاذ اللواء احمد عثمان مساعد الوزير ومدير امن المنوفيه، الرئيس سلطان مدير المباحث، والرئيسات العميد ايمن شاهين. شرفت بوجود النقابات المهنيه وطبعا على راسهم خالد بن راشد نقيب المحامين ومحامين دولي دايما ابدا بالمحامين زي بعض مهندسين بالنسبه لازم مهندسين سياده الامن مهندس، لكن انا عايز اقول كل دول جايين يقولوا ان مصر حاجه واحده، يقولوا ان مصر هي حلول فينا كلنا، حقوق الحمايه، حقوق المواطنه، حقوق ان البلد دي لو لا قدر الله فيها مشكله هي مشكله لينا كلنا، ولو فيها خير وسعاده فهي خير وسعاده لينا كلنا. ما حدش ابدا يقبل غير ان مصر تبعنا، وما حدش ابدا يقبل ان ارهاب او اي تيار متطرف ان يكون له اي يد او ذراع ولو حتى بالايحاء في اهل هذا البلد. انا عايز اقول لكم انا جاي مندوبا عن السيد رئيس الجمهوريه زي ما سيادته شرف الترقية عن بابا طارق، فكل محافظ فينا بيجي بصفتين، صفته الرسمية نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، وصفته المصري بيحب كل واحد على أرض البلد دي، وبيقول لكم كلكم كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة ومصر قوية ومحفوظة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. شكرا لحضراتكم.